دشن معالي الشيخ خالد بن عبد الله الخليفه نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس اللجنه الوزاريه للمشاريع التنمويه والبنيه التحتيه دشن نظاما داخليا يعنى برصد ومتابعه جميع انواع المخالفات البلديه وتوفير قاعده بيانات متكامله حولها والتحقق من حاله القائم من تلك المخالفات في الموقع الذي يقبع فيه المفتشون عبر بوابه الكترونيه واحده وبواسطه اجهزه ذكيه حديثه. ويأتي هذا التدشين في أعقاب موافقة اللجنة الوزارية للمشاريع التنموية والبنية التحتية في اجتماعها الذي عقد يوم الأربعاء الماضي برئاسة معالي الشيخ خالد بن عبد الله آل خليفة على هذا النظام الذي أطلق عليه اسم نظام الرصد المتحرك وموافقتها كذلك على البدء في تطبيقه وتعميمه على البلديات كافة بعد أن كان العمل به مقتصرا على نطاق جغرافي محدود ضمن أمانة العاصمة كمرحلة تجريبية أثبتت نجاحها. وخلال مراسم التدشين وإطلاق النظام التي جرت في مكتب معالي نائب رئيس مجلس الوزراء بقصر القضيبية بحضور سعادة المهندس عصام بن عبد الله خلف وزير الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني وسعادة السيد محمد علي القائد الرئيس التنفيذي للمعلومات والحكومة الإلكترونية وعدد من المسؤولين من كلا الجهتين، أعرب معالي الشيخ خالد بن عبد الله عن شكره للفريق الذي أعد وصمم هذا النظام لما يوفره من خدمات غير مسبوقة تدفع بالعمل البلدي نحو آفاق جديدة من التقدم والتطور المستدام، وخاصة فيما يتعلق بتعزيز أنظمة وإجراءات التفتيش. ووجه معاليه إلى دراسة توفير هذا النظام وإتاحته للوزارات والجهات الحكومية التي تقع مهمة التفتيش من بين مسؤولياتها. وبهذه المناسبة قال معاليه: تولي الحكومة برئاسة صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء الموقر حفظه الله ومساندة صاحب السمو الملكي ولي العهد نائب القائد الأعلى نائب الأول لرئيس مجلس الوزراء حفظه الله اهتماما خاصا برفع كفاءة وفعالية القطاع الحكومي من حيث مراجعة وتحديث هندسة العمليات والخدمات الحكومية وتكاملها بين الجهات وتعزيز الرقابة والمساءلة والشفافية، وذلك التزاما بما نص عليه برنامج الحكومة 2019-2022 وتندرج من بين تلك العمليات أنظمة التفتيش البلدي والتي تكمن أهميتها في كونها أداة رقابية سابقة تنبه إلى المخالفات قبل حدوثها وهو ما يقلل من وقوع المخالفات قدر الإمكان، وفي المقابل فإنها تضمن حال حدوثها التنفيذ السليم للقانون. لافتا معاليه إلى أن هذه الأنظمة التي كانت تدار بطريقة تقليدية وكان يتطلب معها إدخال البيانات وتفاصيلها في المكاتب بعد رصدها في المواقع المختلفة أصبحت اليوم مدمجة بتقنيات حديثة، وأن تدعيمها بمبتكرات تكنولوجية متقدمة بشأنه أن يجعل مهمة التفتيش والرقابة أكثر دقة بما يحقق أعلى قدر من الالتزام بالقوانين والقرارات المنظمة لها. وخلال التدشين أعرب سعادة المهندس عصام بن عبد الله خلف وزير الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني بالإصالة عن نفسه ونيابة عن جميع منتسبي الوزارة عن بالغ الشكر والامتنان لمعالي الشيخ خالد بن عبد الله آل خليفة على ما تحظى به مشاريع ومبادرات الوزارة وبرامجها من دعم لا محدود من قبل اللجنة الوزارية للمشاريع التنموية والبنية التحتية برئاسة معاليه. وأكد سعادته أن إطلاق نظام الرصد المتحرك يعد نقلة نوعية في التعاطي والتعامل مع المخالفات البلدية بشتى أنواعها، وهو نهج ستواصل عليه الوزارة في تحويل وإدماج أنظمتها بالتقنيات الحديثة لتعظيم الاستفادة منها لما فيه تطوير عمل الوزارة بشكل عام والعمل البلدي على وجه التحديد. بعدها قدم القائمون على النظام شرحا إلى معالي الشيخ خالد بن عبد الله الخليفة حول أهم مكونات النظام وطرق استخدامه، حيث يمكن من خلال هذا النظام إصدار شهادات إتمام البناء والدفان والضبط وتصحيح وضع المخالفات الإنشائية المتعلقة بالإعلانات والسجلات التجارية والأشغالات واتخاذ الإجراءات اللازمة لاسترجاع مبالغ التأمين ومتابعة تنفيذ الأحكام القضائية الصادرة ومتابعة وحل الشكاوى، فضلا عن ما يتيحه النظام من سرعة الوصول إلى المعلومات اللازمة في الموقع لتحديد المخالفة بشكل مفصل وكذلك التأكد من إدخال المخالفات بصورة صحيحة واستكمال إجراءاتها وحفظها في أرشيف إلكتروني متكامل.
في الفترة الماضية تدشين هذا النظام على عدد من المجمعات في محافظة العاصمة وأثبت نجاحه. واليوم مع هذا التدشين الرسمي من قبل معالي نائب رئيس الوزراء سوف يعمم على بقية المحافظات والبلديات، ونهدف من هذا البرنامج ومن هذا النظام الجديد هو مساعدة المفتشين في أداء أعمالهم وزيادة الإنتاجية في هذا الموضوع، وصولا إلى تقليل هذه المخالفات والحفاظ على أو تطبيق القانون في هذا المجال. الهدف منه في النهاية هو عمل منظومة متكاملة للمخالفات ومتابعتها من الموقع. أضف إلى ذلك طبعا هذا النظام سوف يعمم على جميع البلديات والمحافظات. الفكرة تقوم على مساعدة جميع المفتشين في رصد ومتابعة المخالفات الموجودة في المواقع نفسها، والتأكد من جميع المعلومات اللازمة عن طريق الجهاز اللوحي. في نفس الوقت يقوم بالمفتش أو المهندس بالتحقق من المخالفة الموجودة والتحقق من جميع المعلومات اللي يحتاجها على أساس يعني هل يرصد المخالفة على هذا العقار أم لا. الإيجابيات طبعا إيجابيات عديدة. إدخال التكنولوجيا في استخدام العمل البلدي يصب في تطوير العمل البلدي بشأن عام، وفي نفس الوقت يساعد في سرعة الرصد في إدخال المخالفات والمعلومات بصورة صحيحة مباشرة في النظام.